رأيت بعض الشباب ذهبوا إلى المكتبة هناك ويبحثوا على ابن الجوزي، هذا دليل باللي الناس، وبعضهم يقول ما هو الكتاب الذي نشتريه، وبعضهم قال لي اشتري الكتاب الفلاني، اشتري الكتاب الفلاني، والحمد لله انتقيت بعض الكتب، حتى البعض واحد في القانون قال لي ماذا بك شوف لي كتابات في القانون الفلاني والقانون الفلاني، يعني دليل بأن الناس تحب الكتب. فالحمد لله رب العالمين لما تشوف شباب المسلمين رايحين المعرض ولا المكتب ويحوس على الكتاب المفيد والنافع، وايضا يعطيك يقول لك هاك يا سيدي هل نعطيك دراهم وروح شري الكتاب الفلاني وانتقي للكتاب الفلاني. ولكنني اقول ايضا مساله، المفروض ما يكونش المعرض نتاع كتاب، لا بد في كل 3 شهور او 4 شهور يكون هنالك معرض. ولا عجيب الان المعرض الكتاب هذا الدولي في الجزائر مكتوب فيه من تحت، واش مكتوب؟ مكتوب الشعار نتاعو كتابي حريا، كتابي حريا. لكن سألت على كتب ثم قال كذا ممنوع. أنا حريتي فيما منعتني، حريتي فيما منعتني، كل ممنوع محدود. من الذي يحدد ما تقرأ ولا تقرأ؟ ونحن في هذا العصر أنت تمنعني، خل ما لا واحد قال هذه الكتب راهم ممنوعهم لانه فيهم الارهاب وفيهم التحريض وفيهم كذا، وشكون؟ وزاره الشؤون الدينيه ووزاره الداخليه، وزاره الداخليه وش دعوتها بالكتاب؟ وزاره الدفاع ايضا داخله والمخابرات، نعم بعض الكتب ممنوعه، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الثقافه، وزاره الشؤون الدينيه، هذه الكتب ما يدخلوش، قائمه تاع كتب ممنوعه. فرحت لواحد اخ من الاخوه وجبت له كتاب وقلت له لماذا منعوا هذه الكتب؟ قال لي خطر فيهم الجهاد وفيهم الامر بالمعروف وفيهم. رحت جبت له كتب، رحت جبت له كتب وبديت نقرا. شوف الكتاب هذا وش يقولوا به؟ قال لي سبحان الله هذا ما فيه ما يقولوه. صح كتاب ثاني، كتاب ثاني. قلت له قال لي هذه اشد من الاول، هذا ما قالهاش حتى اسامه بن لادن ما قالهاش. قال لي هذه موجوده عند اي؟ قلت له شوف الان، قلت له هذا اسامه بن لادن رحمه الله ما قالهاش، انظر عليه في الكتاب. قلت له لو كان يحوسوا يمنعوا كاع الكتب، لان الفقه هذا في الفقه. ولكن لماذا الناس مش عارفه حتى اصحاب الكتب؟ لانهم يقرؤون فقط هذا الكتاب في الطهاره أو في الفقه، الفقه فيه الصلاة والصيام والزكاة، ومن بعد فيه الجهاد وفيه الأمر بالمعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه معاملة أهل الذمة وفيه معاملة كذا إلى آخره.